لحظات من قناة الفلوج. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوج، معكم محمد الكبيسي وسؤاد الطارق. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. أربيل ترد على قرارات الاتحادية، حكومة الإقليم تطالب بإعادة تشكيلها وتؤكد تمسكها بالحلول الدستورية. مناهج التربية تطبع بالفساد، الرقابة المالية تكشف عن مخالفات خطيرة تعصف بعقود الوزارة. بأكثر من 800 هجوم إرهابي، العراق في المرتبة العاشرة عالميا بين أكثر الدول تضررا من الإرهاب. وعراقيون يتقدمون بطلبات للانضمام إلى الجيش الروسي وروسيا ترد، لدينا القوة الكافية لحل مشكلاتنا. وسط ترحيب واسع، مرشح المجمع الفقهي الشيخ عبد الخالق العزاوي يكلف رسميا برئاسة ديوان الوقف السني. رحب مجلس علماء العراق بقرار مجلس الوزراء تكليف الشيخ عبد الخالق العزاوي بمنصب رئيس ديوان الوقف السني، وهو مرشح المجمع الفقهي لكبار العلماء في العراق. وعد المجلس تكليف الشيخ عبد الخالق العزاوي برئاسة ديوان الوقف السني خطوة مهمة لمكافحة الفساد في الديوان. هذا وقد أنهى مجلس الوزراء تكليف سعد قنبش من منصب رئيس الديوان وكالة، فيما تشير مصادر في النزاهة إلى الشروع في فتح تحقيقات موسعة في ملفات فساد داخل الوقف خلال الفترة الماضية. أما الآن ينضم إلينا الشيخ محمد طه الحمدون رئيس دار الفقه والأثر. أهلا بك شيخ محمد. أهمية تكليف الشيخ عبد الخالق العزاوي بمنصب رئيس ديوان الوقف السني في هذه المرحلة. بداية حياكم الله وبياكم وحيا مشاهدي قناة الفلوجة. لا يخفى أن هذا حقيقة اليوم ما صدر من قرار هو لأول مرة تستجيب رئاسة الوزراء لإرادة المشايخ والعلماء في تحقيق غايتهم في من يصلح لهذا المنصب، ولذلك حقيقة هذه الجهود لم تأتي عبثا، إنما بجهود بناءة من قبل تحالف السيادة الذي كان له الأثر البالغ حقيقة في إيصال هذه الرسالة من المشايخ والعلماء وتحقيق تكليف المجمع الفقهي على رئاسة الوقف السني في جلب شخصية تتمتع بمقبولية اجتماعية وعشائرية. نعم. ومعروف بالنزاهة، نسأل الله أن يوفقه لتحمل هذه الأمانة، وحقيقة هنالك ارتياح كبير بين أواسط العلماء. نعم. المؤسسات العلمية لهذا القرار الذي جاء كما قلت هو تحقيق لرغبة المشايخ في إصلاح هذه المؤسسة بعد التصدع الكبير الذي أصابها والوهن الذي تداعى إلى جميع مديرياتها. نعم. فجزا الله خيرا كل من سعى لتحقيق هذه الغاية وبلوغها. طيب. وتحقيق المقصد منها. طيب شيخ محمد، يعني أشرت إلى أهمية الإصلاح في هذه المرحلة، وانطلاقا من هذه الأهمية، ما هو المأمول، ما هو المعول عليه بتكليف الشيخ عبد الخالق العزاوي بمنصب رئيس ديوان الوقف السني لتحقيق الإصلاح أو تصحيح المسار بالتأكيد إلى جانبكم؟ حقيقة الشيخ عبد الخالق يقبل على أمر عظيم وعلى مهمة كبيرة جدا. لا يخفى أن الوقف السني اليوم هو أهم مؤسسة تهتم أو ربما يمتد أثرها إلى جميع الشارع السني وإلى محافظاتنا. لا يخفى أن له الأثر البالغ في يعني تثبيت الوسطية وإشاعة الأمن في هذه المناطق والمحافظات. الوقف السني اليوم يعني هو أكبر مؤسسة ربما يعادل وزارات بأكملها، ولذلك أي خلل فيه يتداعى خللها إلى جميع الأواسط، إلى جميع البلدان، إلى جميع المحافظات، إلى جميع القرى، ولذلك لا بد من إصلاح هذه المؤسسة. اليوم حقيقة نحن كنا نعاني، لا يخفى أن هنالك كان تغاضي لتكليفات مستمرة ومتتالية لشخصيات يمكن أن تقوم بهذه المهمة، أن تسد هذا الخلل، أن تتدارك هذه العلل.
اليوم حقيقة كما قلت لأول مرة بجهود جبارة واستثنائية قام بها يعني هذا التحالف المبارك، وقام بها من قام على رأسه جزاه الله خيرا في إصلاح هذه الغاية، في تحقيق هذا المراد. لذلك اليوم كما حقيقة كنا نتأمل أن نرى الوقف الشيعي اليوم حين يتم التكليف بكل انسيابية لرئيس الوقف الشيعي، اليوم حقيقة تم نفس الأمر في قضية الوقف السني، وهذا حقيقة نتقدم فيه بالشكر لكل من قام لهذا الأمر. ابتداء رئاسة الوزراء اليوم حققت ما طلبه المجمع الفقهي من ترشيح لشخصية لها ثقلها الاجتماعي، لها اعتبارها، نأمل منها حقيقة أن تقوم على الأمر على الوجه الأكمل وعلى القيام بهذه المهمة التي هي ليست سهلة طبعا، لأن حقيقة هنالك خلل منذ سنوات كثيرة في مؤسسة الوقف السني، هنالك ملفات كثيرة تحتاج إلى فتح إلى إصلاح، هنالك أمور عظيمة حقيقة جرت في هذا لا يمكن أن تتدارك ولا أن تعالج إلا بمعية شخص له ثقل وله قوة وله إرادة وأيضا له دعم من المشايخ يقومون معه سوية لإصلاح هذه المؤسسة ولإيصال رسالتها الوسطية، إيصال رسالتها في الاعتدال وإقامة العدل وطمأنة الناس. رسالة الوقف رسالة كبيرة، رسالة المساجد رسالة الله تعالى إلى هذا المجتمع، لذلك أي خلل فيه خلل عظيم، وأي عملية إصلاح هي مهمة كبيرة حقيقة. أعتقد اليوم بعد هذه الخطوة الإيجابية الكبيرة اليوم المشايخ كلهم متأملون خيرا، ونعتقد أن المرحلة القادمة سيكون لها أثر بالغ، سيكون أثرها الإيجابي سيبقى على مناطقنا، سيعزز هذا الاستقرار، سيعزز هذه الطمأنينة في مجتمع حقيقة متصدع، لكن هذا الوقت سيكون الأثر البالغ في إشاعة الأمان والهدوء والاستقرار. وكذلك لا ينفى أن هنالك أمور كثيرة تتعلق بالوقف تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تدارك هذا التصدع الكبير الذي أصابها، وإن شاء الله بمعية الخيرين ومن يساهم معه يكون لهم يعني بصمات واضحة في معالجة هذه المؤسسة الأخرى التي نعرف اليوم لها الأثر كما قلت البالغ في الوسط الشارع السني والمحافظات هذه. الشيخ محمد طه الحمدون رئيس دار الفقه والأثار، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. سياسيا، يعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة يوم السبت المقبل للتصويت على فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان في جدول أعمال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الخامسة المقرر عقدها بعد غد السبت أن الجلسة ستتضمن أيضا تشكيل اللجان النيابية الدائمة للمجلس. إلى ذلك، جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني رفضه القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان. إن قرار المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم انتهاك للحقوق الدستورية لشعب كردستان، وهذا القانون خاص بحكومة مركزية وليس بحكومة اتحادية، وقد اتخذ القرار في وقت حرج جدا. هذا وأكد بارزاني أن حكومته ستمضي بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان التي انتهكت وتنتهك، مطالبا البرلمان بإعادة تشكيل محكمة اتحادية جديدة. سنمضي بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان التي انتهكت وتنتهك، وتم خرق عدد من المواد الدستورية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية، وأطالب مجلس النواب العراقي بإنشاء محكمة اتحادية حسب المادة 92 من الدستور بعيدا عن أي ضغوطات سياسية، إذ لا يحق لأي محكمة إلغاء أي مادة دستورية أو تجاوز عليها. خلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة سعر الصرف، أثار وزير المالية قضية المنافذ الحدودية مبينا أن الدولة لا تسيطر على 60% من وارداتها، لكنه أقحم قضية المنافذ في إقليم كردستان بشكل عده الإقليم محاولة لإثارة أزمة تلهي الشارع عن سعر الصرف الذي يدافع عنه الوزير. استضافه البرلمان بحثا عن حل لقضية واضحة الأبعاد والأضرار
فجر المجلس للحديث عن أزمات أخرى قائمة ليفتح بابا للحوار بعيدا عن صلب القضية. وزير المالية المستميت في دفاعه عن رفع سعر الصرف أقحم في حديثه المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وعدم سيطرة الدولة العراقية على 60% من المنافذ الحدودية وارداتها. يعني إثارة هذا الموضوع والتصريحات بهذا الشكل بالحقيقة لا يخدم الحقيقة بشيء. يجب أن نضع النقاط على الحروف وأن نتكلم بالتفاصيل. يعني منافذ الحدودية لإقليم كردستان وارداتها تقتطع من حصة الإقليم من الموازنة. الوزير الذي أثار القضية لم ينجح في مسعاه على ما يبدو بعد أن تلقى مزيدا من اللوم والاتهامات بعدم إمكانيته إيجاد حلول ورسم سياسة اقتصادية بعيدة المدى تتجاوز جميع الإخفاقات السابقة، لا سيما بعد نفي الإقليم التهم مؤكدا أن منافذه الحدودية تحت السيطرة المشتركة. سنويا كان يتم استقطاع أكثر من 50% من إيرادات المنافذ الحدودية بشكل توتالي كان من حصة الإقليم كردستان. فبالتالي هناك الكثير ينادون بأنه لماذا الإقليم كردستان عنده منافذ الحدودية ولكن لم يتم احتسابها. لا، هذه كانت موجودة لحد اليوم. حتى في هذه المفاضلة لما موجودين نقول حسب الدستور العراقي وحسب القانون الإدارة المالية العراقية والقوانين أيضا الموازنات السابقة بأنه 50% راح يكون إيرادات المنافذ الحدودية للأقاليم و 50% تذهب إلى المركز أو إلى الحكومة الاتحادية. تحت موازنة معطلة وعجز مالي هائل وأزمة اقتصادية حادة تبقى المعالجة الجذرية للإشكاليات العالقة تحتاج إلى خطوات بتوسيع الإيرادات عن طريق الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، هكذا يوجه خبراء الاقتصاد لا برمي الكرة في ملعب الإقليم ومنافذه الحدودية. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. للمزيد ينضم معنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي. مرحبا بك أستاذ علي. السبت المقبل سيشهد البرلمان فتح باب الترشيح والتصويت على ترشيح واختيار مرة أخرى رئيسا للجمهورية بعد قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية فتح باب الترشيح السابق. كيف ستمضي الجلسة برأيك وما المعرقلات التي يمكن أن تحدث وتؤخر مرة أخرى انتخاب رئيس الجمهورية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني السبت المقبل من المفترض أن تعقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. إذا لم يحدث أي طارئ جديد يعني خلال اليومين القادمين سوف تمضي الجلسة بشكل اعتيادي، ونعتقد بأنه باب الترشيح سوف يفتح ومن جديد، إضافة للأسماء السابقة ممكن أسماء أخرى تسجل في هذه الجلسة، ومن ثم تجرى الإجراءات الاعتيادية لتدقيق في سيفي هذه الأسماء، السيرة الذاتية لهذه الأسماء، ومن ثم يعني التصويت في جلسات مقبلة على مرشح رئيس الجمهورية. طيب، يبدو أن المحكمة الاتحادية أعطت الفسحة والوقت من أجل تفاهمات سياسية أكبر، هل التحالف الثلاثي لا يزال يرى في الأغلبية الطريق الوحيد؟ نعم، بالحقيقة لحد الآن ليس هناك في الأفق يعني مواقف جديدة، الجميع ثابت في مواقفه. التحالف الثلاثي يرى يعني من خروج من هذا المأزق وخروج البلد من هذا السوء الإدارة والفساد الإداري والمالي هو يعني الأغلبية، تشكيل حكومة أغلبية تتحمل المسؤولية أمام الشعب وأمام ممثلي الشعب في مجلس النواب، وتكون هناك معارضة جدية، معارضة تراقب وتصوب عمل الحكومة. والديمقراطيات في جميع أنحاء العالم حتى المتأخرة منها يعني تبنى على هذه الثنائية، ثنائية الموالاة والمعارضة. نعم. ولكن يبدو بأنه الطرف الآخر غير مقتنع بمسألة الموالاة والمعارضة، ونعود إلى المربع الأول ومشاركة الجميع في الحكومة وتهرب الجميع من المسؤوليات. طيب، وهذا ما يعني لا يرتضيه الشارع العراقي. ما هي الخيارات المتاحة أمام التحالف الثلاثي
في مسألة رئيس الجمهورية، يعني هل يمكن أن يمضي في موضوع مرشح توافقي في حال حصول اتفاق بين البارتي واليكتي، خاصة أن البارتي يعني اليوم صرح بأنه لا يزال يصر على عدم ترشيح برهم صالح من قبل اليكتي؟ يعني مع الأسف الشديد التمسك بالموقف هو من جانب الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني، يعني بسوء تفسير مسألة العرف السياسي السائد. العرف السياسي هو أن يكون رئيس الجمهورية من يعني المكون الكردي، هو استحقاق للمكون الكردي، ولكن ليس للاتحاد الوطني الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ليس الاستحقاق لحزب بعينه دون حزب آخر. يعني يجب أن تحدد هذه يعني نقطتين، مسألة الاستحقاقات الانتخابية وأيضا التوافق. يعني الأخوة في الاتحاد الوطني لا يعترفون لا بالتفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات، ولا يريدون أن يقدموا شخصية توافقية مع الشركاء، فلهذا يعني هم متمسكون بهذا الموقف، ونحن نرى بأنه موقفا غير صائب وهو خروج عن الاتفاقات السابقة. يعني إذا كانوا يريدون العودة إلى الاتفاقات السابقة يجب أن يكون مرشح رئيس الجمهورية ومرشح توافقي يوافق عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني الشريك في العملية السياسية سواء في إقليم كردستان أو في بغداد، ولكن الانفراد بتسمية شخص هذا ما لا يرضي الحزب الديمقراطي الكردستاني. وخير دليل على ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد أن يستأثر بهذه المناصب هو ترشيح الدكتور شاخوان عبد الله لنائب الثاني مجلس النواب كي يفسح الطريق أمام الأخوة في الاتحاد أن يرشحوا شخص آخر غير الدكتور برهم، وهذا هذه الرؤية كانت تتوافق مع رؤية جميع أطراف العملية السياسية الذي كانوا لا يريدون تكريس التجديد للرئاسات الثلاث، وإن كسرت هذه القاعدة باختيار السيد محمد الحلبوسي، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، يجب أن نسعى أن نغير في الرئاسات الأخرى. طيب. وإلا ما فائدة وجدوى الانتخابات وصرف هذه الأموال وإلهاء الشعب بدون تغييرات جذرية في أطراف العملية السياسية؟ لا تزال كردستان ترفض قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز مع إقليم كردستان، ما هي الطرق القانونية التي سيسلكها الإقليم بشأن ذلك؟ يعني هناك طرق كثيرة للدفاع عن حقوق يعني شعبنا الدستورية، واليوم فخامة رئيس الوزراء الأستاذ مسرور البرزاني أعطى يعني وضع النقاط على الحروف وأعطى جميع يعني الثغرات في هذا القانون، وكيف يعني الدستور والدستور العراقي خرق منذ عام 2005 اليوم من هذا مرات عديدة ولم تحرك المحكمة الاتحادية ساكناً، ولكن تأتي وتفسر على هوى بعض الأطراف مسألة قانون النفط والغاز الذي هو غير موجود. نحن مرارا وتكرارا أكدنا على مسألتين، هو يعني تشكيل يعني المجلس الاتحادي الأعلى الذي كان كفيل بحل كثير من المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وأيضا سن قانون النفط والغاز كي يضع حد لهذه التأويلات والتفسيرات، ولكن مع الأسف الشديد يعني كانت هناك جهات واضحة في العملية السياسية تعرقل سن قانون النفط والغاز لأغراض سياسية. شكرا جزيلا لك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي على هذه المداخلة. الأخبار مستمرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن هناك ما يصر على عدم النهوض بالدولة ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة. الكاظمي وخلال افتتاح مستشفى الحسين العسكري في بغداد قال إن العراقيين يسافرون إلى دول مجاورة أو بعيدة من أجل العلاج بسبب استشراء الفساد، مشددا على ضرورة محاسبة ومعاقبة الفاسدين والمقصرين وكل من يستثمر بأوجاع المواطنين. في نظر المحكمة الاتحادية وحكمها فإن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وبذلك فإن اللجنة المعروفة باسم لجنة أبو رغيف غير دستورية، الأمر الذي يثير التساؤل حول شرعية قراراتها وأحكامها وكل ما ترتب على ذلك حتى اليوم. لجنة أبو رغيف غير دستورية،
تقول المحكمة الاتحادية في نص قرار إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة فيما تباينت آراء الشارع بشأن القرار. قرار المحكمة الاتحادية هو قرار قانوني صائب، لأن اليوم قرارات هذه اللجنة وعملها هو لا يتسق مع الدستور والقانون، لأن هي عملها لم يتم بالتنسيق مع المؤسسات المسؤولة عن فتح الملفات مثل مؤسسة النزاهة، كذلك وزارة العدل وزارة الداخلية. قانونيون يرسمون خطوات ما بعد حكم الاتحادية ومصير اللجنة التي مارست عملها وحققت واعتقلت، إذ يرى الخبراء أن عددا من الدعاوى قد يعاد النظر فيها من جديد. يجب أن يعاد النظر بجميع مقررات هذه اللجنة. اللجنة هذه اليوم هنالك عديد من الملاحظات حول أدائها، لذلك اليوم سوف يتم من المفترض إعادة النظر بجميع مقررات هذه اللجنة منذ تكوينها إلى تاريخ حلها. أكثر من عام ونصف على تشكيل اللجنة التي منحت صلاحيات حكومية واسعة واعتقلت مسؤولين كبار وسياسيين معروفين، ومنذ تشكيلها تواجه اللجنة اتهامات مستمرة حتى انتهى الحال بإلغائها بقرار قضائي. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أن الصناعة في البلاد تعرضت إلى التدمير بشكل كامل ومقصود وممنهج. وقال الزاملي خلال لقائه ممثلي اتحاد الصناعات وعددا من الصناعيين العراقيين أن الصناعة العراقية تعرضت لسلسلة من النكبات والإهمال واستمرارية سياسة فتح الأبواب للاستيراد وانعدام السيطرة النوعية، فضلا عن عدم تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك. ودعا الزاملي للإسراع بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي عبر التوعية بأهميته باعتباره الضمان الحقيقي للعامل. أما ملفات الفساد في وزارة التربية فيبدو أنها تأبى الانتهاء، إذ كشف تقرير ديوان الرقابة المالية النهائي لعام 2021 عن خروقات وتعاقدات مشبوهة. المزيد مع الزميل عبد الرحمن النجار. مخالفات قانونية خطيرة تعصف بوزارة التربية وثقها ديوان الرقابة المالية ليحيلها بكتب رسمية إلى مجلس الوزراء والبرلمان وهيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق تلك الخروق الكبيرة التي وثقت في آخر تقرير أصدره الديوان. ويؤكد تقرير ديوان الرقابة المالية عدم جدية وزارة التربية في تصفية ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة وعدم الرد على تقاريرها، وخاصة المتعلقة بإحدى شركات طباعة وإنتاج المستلزمات التربوية. قسم العقود في وزارة التربية لم يقدم دراسة جدوى اقتصادية دقيقة للمشاريع المتعاقد على تنفيذها خلافا للقانون، خاصة تلك المتعلقة بالتكلفة التخمينية للعقود، فضلا عن عدم تقديم شهادات المنشأ للبضائع المتعاقد عليها من قبل الوزارة. والشركات التي تعاقدت معها وزارة التربية خالفت ضوابط تنفيذ العقود الحكومية، يقول تقرير ديوان الرقابة المالية، وتلك الشركات لم تقدم أعمالا مماثلة لما وقعت. وثق ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي أيضا تدني نسب الإنجاز التعاقدي لعقود وقعتها وزارة التربية. انقضت مدة التعاقدات ولم تنفذ العقود ولم تتخذ الوزارة أي إجراء بحق الشركات المتلكئة، بل إنها لم تحتسب غرامات تأخير فرضها القانون العراقي على تلك الشركات بسبب تدني نسب الإنجاز أو بسبب التلكؤ في التنفيذ. كان ذلك أيضا في قسم العقود بوزارة التربية في مكتب الوكيل الإداري في الوزارة بحسب تقرير ديوان الرقابة. يوثق تقرير ديوان الرقابة المالية أيضا وجود تجاوزات على 74 مدرسة وقطعة أرض بضمنها 46 حالة تجاوز جزئي لم تتخذ وزارة التربية تجاهها أي إجراء. ليس هذا فحسب، بل ولم تقم بأي إجراء لإنهاء التجاوزات على 743 عقارا من ممتلكات الدولة المسجلة باسم وزارة التربية رغم حاجة الوزارة إليها. تلك التجاوزات مسجلة لدى مقر الوزارة ومكتب الوكيل الإداري فيها، فضلا عن المديرية العامة في بغداد.
ويوثق ديوان الرقابة المالية في تقريره عدم اتخاذ وزارة التربية أي إجراء قانوني لإعادة السيارات المعارة إلى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة، فضلاً عن عدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص السيارات التي يزعم أنها مسروقة أو أدرجت على أنها مفقودة خلال دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى بعض المحافظات. كما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية بأن وزارة التربية لم تقدم حساباتها الختامية لعامي 2018 و2019 لتدقيقها خلافا للقانون، فضلا عن عدم تقديم سجل التوحيد للموازنتين الجاريتين الاستثمارية لأغراض التدقيق في مقر وزارة التربية. كما وثق الديوان عدم قيام وزارة التربية بتسديد أموال التوقيفات التقاعدية المستقطعة من موظفيها لصالح هيئة التقاعد، وذلك في مكتب الوكيل الإداري وأحدى مديريات التربية. كما وثق الديوان أيضا عدم جدية الوزارة في استكمال الإجراءات المتخذة للحصول على تأييدات الأرصدة المدينة والدائنة، فضلا عن وجود أرصدة المدينة وسلف وأمانات موقوفة ومدورة منذ سنوات سابقة ومخالفة لطبيعتها المحاسبية، ويجب معالجتها، وذلك في مقر وزارة التربية ومكتب الوكيل الإداري وعدد من مديرياتها. وأخيرا، لم تنجز بعض التشكيلات التابعة لوزارة التربية تثبيت الموجودات الثابتة والمخزنة من خلال إجراء قيود نظامية. هكذا يقول تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2020، وهو آخر تقرير قدمه الديوان. كشف مسؤولون في وزارة الدفاع عن إيقاف التعامل مع الجانب الروسي فيما يتعلق بإجراء صفقات تسليح عديدة كان بعضها يقترب من التنفيذ وبعضها الآخر قيد الدراسة. وقال مسؤولون في الوزارة إن نحو 5 برامج تعاون أوقفتها الوزارة يتعلق أغلبها بالتسليح وشراء المعدات ومنظومة S-300، بالإضافة إلى صيانة الطائرات وتوفير قطع غيار لها، مشيرا إلى أن السبب هو ظروف الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عما نتج عنها من عقوبات ضد موسكو وما تعنيه من عدم إمكانية دفع أي مبالغ لشراء أسلحة أو معدات. أزمة اقتصادية عالمية تتصاعد نتيجة العقوبات الغربية على موسكو، والعراق جزء من هذا العالم ليس بمنأى عن التأثر بتلك العقوبات، فالشركات النفطية الروسية العاملة في العراق ستمثل مشكلة يجب التعامل معها. أما أسعار الحنطة التي سترتفع عالميا فسيكون لها الأثر الواضح على العراق الذي يستورد ملايين الأطنان منها سنويا. حتى الآن تخيم الضبابية على موقف العراق من العقوبات المفروضة غربيا على روسيا، كما تخيم أيضا على نوعية هذه العقوبات ومدى إضرارها بالعراق في حال عدم التزامه بها واحتمال تعرضه لضغط دولي فيما يتعلق بتعاملاته مع شركات النفط الروسية. فالحرب التي ما تزال في أيامها الأولى تحمل المزيد مما لا يمكن استقراؤه، إلا أن البنك المركزي العراقي أعلم الحكومة بضرورة التريث في تحويل أي مدفوعات مالية من خلال النظام المالي في روسيا حفاظاً على النظام المالي العراقي. على الحكومة العراقية أن تأخذ بنظر الاعتبار ألا تكون في تماس مع السويفت ولا المنظمات الدولية ولا الخزانة الأمريكية، أن يعني تلجأ إلى الجهة القانونية. هذه المشاريع إن توقفت كعاملين سيتم الإضرار بها، لذلك سنأتي بمشروع مقارب مثل ما تم هذه الاستثناءات مع إيران، أن يكون هناك استثناء لبعض الشركات التي إن توقفت سيكون المواطن العراقي والخطط المستقبلية للعراق خصوصا على المدى القريب في خطر. وفي حال سريان العقوبات الغربية على روسيا، يرى خبراء الاقتصاد أن العراق لن يستثنى منها كما هو الحال مع العقوبات على إيران. فملف الطاقة الإيرانية المستوردة في ظل حاجة العراق إلى الطاقة يعيد حاجة عاجلة وملحة تختلف عن الحاجة العراقية إلى الشركات الاستثمارية النفطية.
أعتقد أن القرار البنك المركزي العراقي هو الذي أصدره هو يتكلم عن واقع حقيقي ويتكلم عن أمور فعلية، وهو بقرار هذا أعتقد هو أيضا يريد الحل، يريد أن يرمي الكرة بملعب الحكومة العراقية وأن تتدخل في هذا المجال وأن تتخذ الإجراءات الصحيحة والسليمة لخروج العراق من هذه الأزمة. قضية استثناء العراق من العقوبات على غرار استثنائه من مسألة الغاز الإيراني لا أعتقد ستكون أيضا مع روسيا، وذلك لسبب وجيه، وهو أن الغاز الإيراني كان يلعب دور مهم في توليد الطاقة الكهربائية، لذا قد يعني تم التعامل مع هذا الأمر من منطلق إنساني اعتبارا من يعني توفير الطاقة الكهربائية لأربعين مليون عراقي. لكن فيما يخص الشركات الروسية ربما هي ليست بذات الأثر الكبير على الانعكاس على المواطن العراقي. وتلعب الشركات الروسية للنفط والغاز دورا مهما في القطاع النفطي وإعادة صياغة الصناعة النفطية، إضافة إلى تطوير تكنولوجيا الزراعة، حيث بلغت الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق 13 مليار دولار. وقد تفرض عقوبات دولية جديدة على روسيا من غير المعروف حتى الآن آلية التعامل معها أو مع ما قد يترتب عليها، الأمر الذي يقود إلى احتمال انسحاب الشركات النفطية الروسية من العراق نتيجة الضغط الدولي. من بغداد أنس يوسف، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن المشهداني. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. إذن يعني إلى أي مدى ستطال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية العراق؟ هو بالتأكيد العراق جزء من المنظومة العالمية، بالتأكيد سيتضرر مثل باقي دول العالم الثالث. أنا راح سأفصل بين دول العالم المتقدم ودول العالم الثالث. لحد هذه اللحظة العقوبات عقوبات بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، هي ليست عقوبات أممية، هي لم تتخذ بقرار من مجلس الأمن حتى تكون واجبة الالتزام بها من جميع الدول. هذا أولا. اثنين، العراق يوم أمس امتنع عن التصويت بإدانة الغزو الروسي إلى أوكرانيا، وبالتالي ممكن أن تكون واحدة من المنافذ التي ممكن أن يستمر التعامل مع روسيا في إتمام الصفقات. المسألة اللي أريد أتحدث عنها مسألة البنك المركزي والبيان اللي صدر يوم أمس، هو ملزم لأن التحويلات المالية ممكن أن تكون عن طريق سويفت، لكن هناك منظومات مالية خاصة روسيا لديها منظومة مستقلة والصين لديها منظومة مستقلة، ومثل ما كان يجري التعامل مع إيران في موضوع الغاز ممكن أن يستمر التعامل النقدي مع روسيا في هذا الموضوع، وممكن أن يكون التبادل سلعي بين الطرفين. أنا لا أعتقد من الحكمة أن توقف الحكومة العراقية التعاقدات فيما يخص التسليح. العراق بلد مهدد ولا يزال الإرهاب يضرب أطنابه في محافظات كثيرة. فالطيلة 17 سنة الماضية 18 سنة الماضية الولايات المتحدة الأمريكية لم تجهز المنظومات المهمة في محاربة الإرهاب، بالتالي مسألة الصواريخ، مسألة الرادارات، التسليح، أنا أعتقد هذا ضرورة الاستمرار فيها. حتى مسألة قطع غيار الطائرات، خليني أدخل في الجانب الاقتصادي. نعم، يعني قبل أن نغادر هذه النقطة أستاذ عبد الرحمن، يعني أشرت بأن العقوبات يعني حتى هذه الساعة ليست عقوبات أممية، ربما تأثير تلك العقوبات يعني محدود، حتى ما يتعلق ب يعني نظام سويفت الذي أشرت إليه، وروسيا وكذلك الصين لديها أنظمتها الخاصة. هذا يدفعنا لنسأل إذا ما ذهب الجميع طبعاً باتجاه عقوبات أممية على روسيا، إلى أي مدى سيتضرر العراق من تلك العقوبات، وكيف سيجد تخريج يعني أو مخرج ل يعني تعاقداته في مجال التسليح؟ يعني عليه أن يبحث عن مصادر أخرى للتسليح، وربما ستكون أكثر كلفة، وربما إن انفرجت الأزمة قد لا يستطيع مرة أخرى التعاقد مرة أخرى مع روسيا بنفس الشروط وبنفس الآلية. هذه سيدة العزيزة حصلت في أزمة جائحة كورونا، عندما ألغت جميع شركات السيارات تعاقداتها على المواصلات أو أشباه المواصلات الدايودات من الشركات التايوانية،
وعندما انفرجت الأزمة أو بدأت تخفف الأزمة ذهبت مرة أخرى للتعاقد، لم تستطيع الحصول على هذه القطع غيار اللي مهمة بالنسبة للسيارات، اضطرت أن توقف خطوط إنتاج بالكامل. يعني تصور شركة مرسيدس تستعين برئيس تايوان من أجل الضغط على الشركات التايوانية المصنعة لهذه أشباه الموصلات. ربما يحصل نفس الأمر إذا ما انفرجت الأزمة، يعني المفاوضات جارية بين أوكرانيا وبين روسيا، ربما تنفرج الأزمة وبالتالي سيكون المتضرر الأكبر العراق. يعني لنمضي معك أستاذ عبد الرحمن باتجاه يعني التداعيات الاقتصادية الأخرى المحتملة، خاصة أن أسعار النفط يعني شهدت ارتفاعا كبيرا حقيقة، أسعار الغاز أيضا يعني شهدت ارتفاع كبير، ازداد أيضا ربما الطلب على الغاز. يعني إلى أين سنمضي على الأقل بالنسبة للعراق أو بلدان الشرق الأوسط كما تفضلت؟ العراق سيكون من الدول التي ستستفاد من هذه الزيادات، باعتبار أن النفط اليوم يعني بدأ يلامس 112-113 وربما يصل إلى 120 دولار خلال الأيام القادمة. فبالتأكيد أي زيادة بدولار واحد ستضيف للموازنة العامة طيلة العام مليار ونصف دولار، فهذه زيادات مهمة بالنسبة للعراق. لكن بنفس الوقت هو يعني ربما يكون الضرر أقل من هذه الزيادة، يستورد الغاز من إيران وبالتالي لكن سيرتفع الطلب يعني العالمي. نعم، أليس يعني كذلك سيرتفع الطلب ربما أيضا على الغاز الإيراني في المرحلة المقبلة، ما يرفع أسعاره أيضا أو يؤثر حتى على إمداد العراق به؟ لا، هو هذه من الصعب جدا، لا تستطيع قطر أن تغطي وتكون بديل عن الغاز الروسي ولا إيران. لأنه المنظومة التي تورد بها روسيا إلى أوروبا عن طريق الأنابيب، هذه الدول لا توجد لديها شبكات أنابيب مرتبطة بالمنظومة الروسية حتى ممكن أن تغذي أوروبا. يعني دول كثيرة من دول الاتحاد الأوروبي حاجتها أكثر من 60% من الغاز الروسي. مسألة النقل بالناقلات البحرية، هذا يحتاج إلى أسطول كبير من الشاحنات الناقلات البحرية حتى ممكن أن يغطي جزء من حاجة دولة أو دولتين. فبالتالي أنا لا أعتقد أنه هذا سيضرر كثيرا، لكن هو عالميا سيرتفع. والأمر الآخر أنه مسألة الحبوب اللي أشرت لها، صحيح إحنا ما عندنا تعاقدات لا مع روسيا ولا مع أوكرانيا، لكن هو عالميا يرتفع. هو خلال هذه الشهرين أو هذا الشهر تقريبا ارتفعت طن الحنطة أكثر من 100 دولار، ومتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 100 دولار خلال الشهر القادم. بفعل عوامل كثيرة، يعني ربما الحرب الأوكرانية الروسية واحدة منها، لكن الجفاف، الحرائق التي ضربت معظم دول العالم. العراق وضعه جيد لأنه عنده خزين وعنده تعاقدات في الشهر ال11 أعتقد مع أستراليا أو كندا ب 500,000 طن، ربما تكون الحاجة إلى أقل من مليون طن لإكمال باقي العام. هذا ما نأمله سيدي. بالتأكيد الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن المشهداني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. أفاد تقرير دولي بأن العراق يعد من أكثر بلدان العالم تضرراً من الإرهاب منذ 7 سنوات، فيما أشار إلى أن هجمات العام الماضي وحدها خلفت 524 شهيداً. ورصد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022 أن تنظيم داعش ما يزال يعتبر من أكثر التنظيمات الإرهابية دموية في العالم، لا سيما في العراق وسوريا. وأضاف التقرير أن العراق جاء من بين أكثر 10 دول تضرراً بالإرهاب بتسجيله أكثر من 800 هجوم إرهابي لعام 2021 فقط، وهو الأعلى من أي بلد آخر. وبذلك يؤكد التقرير أن الهجمات ازدادت بنسبة 33% عن نسبتها في العام 2020. هذا وكشف معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوي عن إنشاء جدار صد على الحدود الغربية مع سوريا، فيما أشار إلى أن المنظومات الموجودة هناك أفضل بكثير من السابق، سواء كانت الإدارية أم التحصينات أم المراقبة وما يتعلق بالمسيرات والبالونات والكاميرات الحرارية. المحمداوي لفت إلى نية إنشاء جدار على الحدود، إلا أن التحصينات الموجودة حاليا توفر الأمن اللازم،
مؤكدا أن هناك عملا لإنشاء خط صد من الجيش حصرا على الحدود لتأمينها، فيما أشار إلى أن قوات الأمن من وزارتي الداخلية والدفاع متواجدة بأعداد كبيرة في الحدود ويتم رفضها بمنظومات دفاعية. تستمر العمليات العسكرية في مناطق الأنبار وصحرائها للحفاظ على الاستقرار الذي تشهده مدنها، ففي الوقت الذي تهدد فيه فلول الإرهاب الأمن في المناطق النائية تسعى القوات الأمنية لمنع وجود فراغات ونهايات سائبة في جميع أنحاء المحافظات المترامية الأطراف. أكثر من 6 سنوات مضت على إعلان الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار، لكن فلول التنظيم ما زالت تظهر وتختفي بين حين وآخر محاولة زعزعة الأمن. لذلك تشن القوات الأمنية حملات مستمرة في صحراء الغربية لملاحقة والقضاء على هذه العناصر المتطرفة. الوضع الأمني على العموم في هذه المحافظة وضع أمني مستقر، هناك بعض المناوشات حقيقة تجري على في عمق الصحراء الغربية من محافظة الأنبار لتواجد تنظيم داعش الإرهابي. طبعا معروف لدى الجميع بأن يحاول تنظيم داعش الإرهابي بالتوغل في أي منطقة هشة يحاول يصل للمكان المومى إليه، ولكن يقظت حقيقة القوات الأمنية متمثلة بالجيش العراقي والشرطة وأبطال الحشد الشعبي في محافظة الأنبار يتصدون لهذا التنظيم المتقطرس في كل قواطع المسؤولية. المواطنون في محافظة الأنبار بدورهم طالبوا بزيادة هذه العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي الصحراوية من أجل خلق بيئة آمنة. احنا كمواطنين نطالب الحكومة العراقية بتصفية الصحراء تصفية تامة من هاي الجيوب المتواجدة حاليا. احنا ما شايفين شيء بس ولكن نسمع انه موجودة جيوب للتنظيم في الصحراء، وقاعد قبل فترة تقريبا صارت تعرضات مناطق الرطبة المناطق الغربية عموما. لازم نحس بأمان، وهذا الأمان منحس به إذا ما تكون الصحراء خالية 100%. هذه العمليات تهدف لملاحقة فلول الإرهاب ودك جحوره في عمق الصحراء، وذلك لتقييد حركته في هذه المناطق التي ينفذ من خلالها هجمات بين حين وآخر على القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء. عمليات مستمرة تنفذها القوات الأمنية لمنع العصابات الإرهابية من إيجاد ملاذا آمنا لها في صحراء الأنبار وملاحقة بقايا الإرهاب وتدمير أوكاره لتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية. من الرماد إدريس يحيى، قناة الفلوجة. بعد أن تضررت آلاف المنازل في محافظة الأنبار بفعل العمليات الإرهابية، تسعى حكومتها المحلية إلى حل أزمة السكن من خلال التوجه نحو البناء العمودي في خطوة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين تضررت منازلهم، وكذلك إضافة صرح عمراني يسجل ضمن الإنجازات في تلك المحافظة. في خطوة هي الأولى من نوعها وبعد أن عم الأمن والاستقرار في محافظة الأنبار، تسعى الحكومة المحلية إلى توفير سكن لكل مواطن أنباري، خصوصا بعد أن تضررت آلاف المنازل بفعل العمليات الإرهابية، فكان التوجه نحو البناء العمودي أحد السبل لمعالجة أزمة السكن. قامت بداية الفلوجة بتخصيص قطع أراضي لإنشاء مجمعات سكنية ضمن خطط الاستثمار ما يقارب 18 مجمع استثماري حاليا موجود في مدينة الفلوجة. هذه المجمعات تحتوي على بنايات تشمل الدور والشقق وغيرها من المباني التي تقلل من أزمة السكن في مدينة الفلوجة. هذه التجربة لم تكن موجودة في الفلوجة. مجمعات السكنية العمودية اليوم باشرت إحدى الشركات لإنشاء مجمع سكني عمودي يحتوي على جوانب إيجابية عديدة، منها تقليل المساحات التي تخصص لهم وكذلك إعطاء جمالية للشوارع والمدينة الفلوجة. وعلى الرغم من كون التوجه نحو هذا النوع من البناء ما يزال في إطار مشاريع الاستثمار الأهلية، فإن إدارة المحافظة سعت جاهدة لدعم هذا النوع من المشاريع، لا سيما في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة. فبناء المجمعات السكنية وفقا للبناء العمودي
يتناسب مع الحاجة الماسة إلى استغلال المساحات بالشكل الأنسب وتخفيف العبء عن كاهل المواطن. موضوع البناء العمودي موضوع جديد، بس هو الحقيقة ضرورة ملحة ببعض المناطق، لأنه راح يختصر لك بالمساحة الإسكانية وبنفس الوقت يختصر بالخدمات والمفروض توفيرها الوحدات السكنية. المساحات الشاسعة في الأنبار أصبحت بيئة آمنة ونموذجا لتشييد المجمعات السكنية، خاصة أن المحافظة تمثل ما يقرب من ثلث مساحة العراق، الأمر الذي دفع الشركات الاستثمارية إلى البحث عن موطئ قدم فيها. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. رفضت القنصلية الروسية في محافظة البصرة طلبات العراقيين المستمرة بالانضمام إلى صفوف قواتها التي تقوم بعملية عسكرية في أوكرانيا. ونشرت القنصلية الروسية بيانا في صفحتها على فيسبوك تعرب فيه عن شكرها وتقديرها لتضامن العراقيين المستمر ومحاولة الانضمام إلى صفوف قواتها العسكرية. وأوضح البيان أن القوات الروسية لديها القوة الكافية لحل مشكلتها مع أوكرانيا المدعومة من أمريكا والناتو. وفي الوقت نفسه دعا ناشطون السلطات المعنية إلى إصدار توضيح عاجل بخصوص البيان الصادر عن القنصلية الروسية في البصرة. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية دخول 559 مواطنا عراقيا من أوكرانيا إلى الأراضي البولندية منذ بداية العمليات الروسية، فيما أكدت العمل مع السفارة في كييف على إجلاء 30 عائلة عالقة في مدينة سومي. المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أوضح أن السفارة منحت 25 جوازا حتى الآن ممن فقدوا جوازاتهم في أوكرانيا، إضافة إلى منحها عشرات سمات الدخول لأوكرانيات زوجات عراقيين مع أبنائهن، فيما أشار إلى أن سفارات العراق لدى كييف وهنغاريا وبولندا ورومانيا تعمل على مدار الساعة لتسهيل مهمة الإجلاء. هذا وانطلقت الجولة الثانية من المحادثات بين كييف وموسكو في بيلاروسيا. وأظهر مقطع فيديو أن أعضاء اللجنتين المتفاوضتين تصافحوا عند وصولهم إلى طاولة التفاوض، ولم تسفر المحادثات الأولية حتى الساعة عن نتائج ملموسة، لكن موسكو أعلنت أن وقف إطلاق النار سيكون على جدول أعمال جولة ثانية من المفاوضات. وتشترط روسيا خلال مفاوضاتها مع أوكرانيا الاعتراف بالقرم أرضا روسية وإعلان حياد كييف ونزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية فيها لوقف الحرب في جارتها الغربية. ميدانيا تتواصل العمليات الروسية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، لا سيما مع دخولها يومها 8 على التوالي، إذ كشفت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 500 جندي روسي خلال الحرب التي شنتها على أوكرانيا حتى اللحظة. وأعلنت الوزارة في بيان لها تدمير أكثر من 1600 منشأة عسكرية أوكرانية و39 منظومة دفاع جوي و52 راداراً وأكثر من 600 دبابة و62 طائرة منذ انطلاق العمليات العسكرية. في غضون ذلك أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عدم أحقية تحكم بلد واحد بالعالم بأسره، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقراراتها الأخيرة ضد موسكو. وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي إلى وجود خطط لدى دول غربية تحضيرا لحرب ضد روسيا، وأنها إذا نشبت فستكون نووية بلا أدنى شك، فيما ذكر العالم أن الأمريكيين غزوا العراق البعيد عنهم بحجة تهديد أمنهم القومي في الوقت الذي ينكرون فيه تدخل روسيا في أوكرانيا المجاورة لها والساعية لحماية أمنها على حد وصفه. في المقابل ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالخطاب الاستفزازي الروسي بشأن الأسلحة النووية، وأكد بلينكين في مؤتمر صحفي أن واشنطن ستواصل دعمها لأوكرانيا مقابل مواصلة فرض العقوبات على روسيا. إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ بشكل خطير في الحسابات بافتراضه أن الولايات المتحدة وحلفائها كانوا يخادعون
بشأن فرض عقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. يقول بلينكين أيضا أن التكتيكات الروسية الوحشية تشمل على أقل تقدير الاستهداف العشوائي وربما الاستهداف المتعمد للمدنيين، وأن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا مقابل استمرار الدعم لأوكرانيا. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. أربيل ترد على قرارات الاتحادية، حكومة الإقليم تطالب بإعادة تشكيلها وتؤكد تمسكها بالحلول الدستورية. مناهج التربية تطبع بالفساد، الرقابة المالية تكشف عن مخالفات خطيرة تعصف بعقود الوزارة. في أكثر من 800 هجوم إرهابي، العراق في المرتبة العاشرة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من الإرهاب. عراقيون يتقدمون بطلبات للانضمام إلى الجيش الروسي وروسيا ترد، لدينا القوة الكافية لحل مشكلاتنا. وسط ترحيب واسع، مرشح المجمع الفقهي الشيخ عبد الخالق العزاوي يكلف رسميا برئاسة ديوان الوقف السني. الفلوجدة تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، دمتم بعافية.